شهدت مدينة تعز اليوم الجمعة وقفة احتجاجية في ساحة الحرية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة. وهدف المحتجون ضد السياسات الغربية الداعمة والراعية للإرهاب على المسلمين والعرب، مؤكدين موقفهم الرافض لاستمرار الحرب على سكان غزة. ودعا المحتجون العالم العربي والإسلامي إلى اتخاذ موقف مشرف ضد الاحتلال والدول الداعمة له، نصرة للشعب الفلسطيني واحتجاجا على جرائم الإبادة التي يتعرض لها. اطلاع اكثر، ينضم الينا الناشط محمد حميد. محمد، اهلا وسهلا بك. اذا اطلعنا على مضامين هذه الوقفه الاحتجاجيه التي حدثت اليوم في تعز. حياكم الله، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اليوم من تعز احتشد ابناؤها للتنديد بمجازر الاباده الجماعيه التي يتعرض لها ابناء غزه منذ 9 أشهر. ويدعونا إلى وقف هذا العدوان البربري من قبل المحتل وأعوانه من دول الطغيان. اليوم من تعز لا زالت تعز تخرج تنتفض مع غزة وأهلها ومع أبطالها الميامين الذين يسطرون أروع الانتصارات والتضحيات لدحر هذا المحتل الغاشم الذي يقتل الأطفال والنساء ويستنكر الخذلان العربي والعالمي أمام هذه المجازر البشعة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء فلسطين وغزة خاصة، التي أبيدت عن بكرة أبيها بدعم أمريكا ودول العدوان. نعم، هل هناك تعز اليوم خرجت نعم، هل هنالك مطالب معينة هتف بها المحتجون اليوم؟ نعم، اليوم تعز خرجت التنديد بتراجع الشرعية والمجلس الرئاسي عن القرارات التي اتخذها رئيس البنك محافظ البنك المركزي اليمني. اليوم أبناء تعز وأبناء اليمن ينتفضون عن بكرة أبيهم ضد هذه القرارات وضد التدخل وضد خارطة الطريق التي يراد لها أن تمضي على اليمنيين، هذه الخارطة التي يسق لها مبعوث الأمم المتحدة وبدعم من دول الإقليم، مرفوضة رفضا تاما من أبناء شعبنا. وأبناء تعز اليوم بصراحة يقولها بصوت عالي: لن نقبل أن تمضي هذه الخارطة، فلكم خارطتكم ولنا خارطتنا. المقاومة الشعبية والجيش الوطني لا زال يحمل سلاحه لمقاومة أي خذلان أو أي خارطة يراد لليمن أن تثبت سلطة الميليشيا على سلطة الشرعية. نحن اليوم نلوم المجلس الرئاسي ونلوم الشرعية على هذه القرارات وعلى هذا التراجع وهذا الخذلان الذي يتعرض له هذا الشعب اليوم، الذي يدعو إلى وقفة جادة مع المجلس الرئاسي ومع الشرعية، وإذا بها تقف في منتصف الخط وتخذل هذا الشعب الذي ينتظر منها قرارات شجاعة من أجل الحسم ومن أجل التحرير ومن أجل دعم العملة اليمنية ومن أجل توحيد العملة ومن أجل سحب البنوك اليمنية من صنعاء إلى عدن وتثبيت سلطة الشرعية. اليوم هناك خذلان كبير وخاصة من الإقليم. اليوم الشعب اليمني يدعو إلى انتفاضة وإلى رفض هذا التراجع الخطير الذي له مسارات خطيرة على شعبنا وعلى يمننا وعلى وحدتنا. هذه التراجع اليوم يثبت سلطة الميليشيا على سلطة الشرعية ويخذل أبطال وأبناء اليمن الذين وقفوا وخرجوا مساندين لهذه القرارات التي خرجنا من أجلها أسابيع دعما لهذه القرارات الشجاعة. ولأول مرة نرى هذه القرارات تخضع الميليشيا وترعب الميليشيا، وإذا بها تتراجع
وهناك مؤامرة خطيرة على بلدنا، ونحن ندعو إلى دعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أجل تحرير البلد ومن أجل استعادة مؤسسات الدولة واستعادة الشرعية التي لا زالت اليوم مشتتة في الخارج. نحن ندعو إلى عودتها واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة صنعاء من هذه الميليشيا التي لا زالت تقتلنا وتقصف المدن وتقتل الأطفال والشيوخ والنساء. شكرا جزيلا لك الناشط محمد حميد، كنت معنا من تعز.